ب 10، ما هو كمان في الكهرباء اول شريحه بتدفع قليل جدا 5 قروش، وبعدها شويه زياده. بس اللي حاطط 7 تكييفات في بيته لا مش ممكن، لازم يدفع شريحه تانية خالص. طب ايه المشكله؟ المشكله ان الناس دي صوتها عالي اللي عندها 7 تكييفات، فازاي من خلال المجتمع المدني والجمعيه زي جمعيه تنميه حقوق المراه ننطلق بقى لمستوى تاني من العمل المجتمعي، اللوبي المجتمعي اللي هو صوته يبقى عالي على كيف نحن كمصريين نتقاسم ثروات هذه البلد.